مشرفه للسي بي سي. مشوارها الاعلامي مليء بالمحطات المهمه، قدمت العديد من الحصريات، انتقلت من اكبر الصحف العالميه الى اكبر المحطات العربيه، ليها جمهور كبير في الوطن العربي لانها حاله من الابداع، حاله من الصدق، هي القيمه والقمه في الاعلام، ايقونه الاعلام لميس الحديدي. لها شخصية من أول يوم. زي كل مصر واجهت تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة. كنا مع الناس في كل لحظة. لحظات مهمة كانت بكرسي الطريق أو بتحدي نفسي. الموقع الحدث القرب من مصادر الأخبار. دي اللي بتعمل أقرب نقطة للحياة. لميس الحديدي. أخذت على مدار 15 سنة، كل سنة بتكون من أحسن إعلامية، وإحنا سعداء بيها النهاردة، ودائما هي أحسن إعلامية. طبعا أنا مذيعة وبحب المايك، يعني ما صدقت بقى بقالي محرومة بقالي كتير يعني، فيا دوبك بقى ابتدي ايه اتكلم شويه. اولا طبعا لما ماجد جاء لي هديكي جايزه ايقونه، دي ايقونه على الكريم، قلت ايه ده؟ هو الكريم خلص ولا يا نهار اسود؟ لا 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 مش كده، الكريم خلص؟ لا ما خلصش لسه. دي صعبتنا تتكلم زي ما يعني. عايز اشكر فعلا ماجد وفعلا فالنتين جاست على 15 سنه انا خدت فيهم كام؟ 8 9. عندي كده دولاب كبير في البيت انا وعمرو بنتخانق فيه مين جوايزه اكتر. انا بصور خلاص كل جوايزي حطيتها في حته ثانيه في البدروم، وحطيت جوايزي انا عادي يعني، هو ده السيطره بتاعتي. وعايزه اشكر بوسي شلبي لانها صديقه، اهم من انها مذيعه، وهي مذيعه شاطره جدا، بس هي صديقه، والصديق بيبان في وقت الضيق. ابني سالني من يومين وقال لي انا عندي ابن واحد اسمه يا مامي، هو انت لو رجع بيك الزمن بكل المشاكل بكل الصعوبات، طبعا انا تعرضت لكل حاجه، من ضرب لتهديد لايقاف، يعني كل اللي انتم متخيلينه في الاعلام حصل لي، انا شفت كل الحاجات. لو رجع بيك الزمن تفضلي صحفيه تاني؟ تختاري ان انت تكوني صحفيه تاني؟ الحقيقه ما خدتش سنه قلت له ايوه، وارجع نفس السكه واعمل نفس الحاجات ويمكن ارتكب نفس الاخطاء. انا فخوره جدا ان انا صحفيه مصريه حاربت عشان الكلمه، فخوره جدا ان انا في بلدي، وفخوره جدا ان انا صحفيه مصريه. وعايزه اقول بس حاجه كمان، احنا في مصر عندنا افضل اعلاميين وافضل فنانين، لازم تكون عندنا دايما ثقه بالنفس مهما حصل، احنا الافضل لن يصح الا الصحيح. بشكركم. وايقونه في مجال الرياضه على مدار 15 سنه، حقق 29 بطوله مع النادي الاهلي، صاحب اهداف الاوقات الصعبه،